عودة إليكم وفقرات برنامج إشراقة كويتية. موضوعنا القادم مهم، راح نتكلم فيه عن الزراعة في الكويت. زراعة بالكويت، ما راح نتكلم بس عن الزراعة، لكن أيضا راح نتكلم عن البيئة وطرق المحافظة عليها. هذا الموضوع وغيره من المواضيع راح نناقشها مع ضيفنا داخل الاستديو الناشط البيئي الأستاذ جابر العجمي. صبحك الله بالخير أستاذ جابر. صبحكم الله بالنور والسرور، شاكر استضافتكم الجيمة في قناتكم الموقرة. الله يطول لي عمرك. بداية، شلون البيئة عندنا؟ طمنا. لا بشرة، الحمد لله فضل جهود الحكومة الطيبة كل شيء بخير، إن شاء الله متوجه الأفضل إن شاء الله. أستاذ جابر، بالنسبة لموسم الزراعة، يعني إحنا ودنا نقول إن الزراعة طول السنة، بس للأسف بسبب الطقس والمناخ الزراعة تنشط في شهر 9 بداية. صحيح. وتنتهي يعني أو تتوقف 1/4 أي تقريبا. فالحين هو موسم المشاتل اللي ناطرينه، قاعدين يجهزون، قاعدين يستعدون. شنو تنصح الناس بالنسبة للأشياء أو المزروعات اللي ممكن أنها تعيش ما يخسرون فيها وايد، يعني ما راح تموت على شهر 4؟ شنو يشترون؟ أول شيء أشكركم على الاستضافة الجميلة. ثاني شيء، الآن بالنسبة لنا كمزارعين هذا موسم تجهيز. شلون تجهيز المدارس؟ تجهيز المزارعين عندنا الحين، تجهيز الأرضيات، التربة، العمال، أجهز أموري كلها. الشغلات اللي أنصح بزراعتها اللي ما تكلف واللي كل اللي يقدر أزرعها، لا ببيته ولا بمزرعته ولا بحديقته، مني لي 1/4، من 1/9 لي 1/4 تقريبا. الورقيات، الحمضيات، التوت، الشغلات اللي الفراولة اللي الإنسان ودي يجربها ويقدر أكلها ويتلذذ ويحس أنه أنجز شيء. الشغلات هذه مني لواحد أربعة يقدر يبدع فيها. توت، فراولة، أول مرة أسمع في البيوت. حمضيات، ورقيات، خضرتك تطلع تمام، خضرتك كاملة تاكلها من حديقتك ولا من سطح بيتك. وتحمل لواحد أربعة قلنا. لواحد أربعة اللي بعدها خلاص. خلاص تريح الصيف تبلش ثاني مرة. زين، على طاري التحم، الناس تقول ذبحنا السافي. في السنوات الأخيرة اللي طافت كان في عمليات تجير وتخضير بعدد من مدن دولة الكويت. هل هذه الأشجار اللي زرعت تحملت الحر ولا راحت؟ شوف صافي، نعمة ترى مو نقمة. ها، أنا كمزارع أبيك أكبر كمية صافي متوفرة. ليش؟ مزارعين هي هو اللي زين التربة عندنا. بعض التربة في المزارع بعضها يكون قش، بعضها يكون صبخ، بعضها يكون قاسي شوي. فشو الحلول اللي احنا نلجأ لها عشان نصلح التربة؟ خلط معها صافي. ايه، تصير احلى تربة. ازرع اللي تبي، ازرعه عندنا الفقع وطلع بالكويت. وهو طلع، هذا اول مرة اسمعها. زراعة، زراعة موجودة. انا اللي اعرفه انه يطلع بشكل طبيعي مع موسم الامطار. استزراع، استزراع فقع سبت السافي. ربط التربة، من توقع ان احد يزرع فقع؟ لا انا ما توقعت. انا زارع قهوة. لا خلنا أول شيء على الفقع. الحين هذا الشيء ممكن إنه ينزل سعر الفقع، صح؟ لأنه معروف هو كل ما قلت الأمطار ارتفع سعره. صحيح. فاللي أنت قاعد تقوله إذا كل من سواه راح يتم السيطرة على مشكلة أسعار الفقع. هذا استزراع، الاستزراع يكون كمية بسيطة من الإنتاج، اكتفاء ذاتي، ما يكون إنتاج غزير. لا هو يعني يكون على قده فقط. أما إذا كان إنتاج من رب يكون كمية كبيرة. والطعم نعم. نفسه. خوي سؤال. إيه. نفسه، واختار انت النوع، تبي زبيدي تبي اي نوع، الله ازرع ويطلع لك. انا زارع القهوه الهرريه هذه. شلونها؟ يا حلوه. وقهوه ارابيكا اللي يسوون منها الموكا، وزارعها عندي بالمزرعه. تجارب جديده، تجارب جديده. زين، كلكم تقدرون تسوونها، كلكم تقدرون تسوونها. متعبه ولا شيء؟ بسيطه جدا. عطني شلون. خلينا نقول ببيتك. هي اصايص مراكن عاديه، تجيب شكل ديزاين حلو عشان يخلي المنظر حلو، جماليه، تربه واسمده الله يعزك الامور هذه. حط شجرتك وماي وخلي الجو يكون استوائي فقط. الجو يكون استوائي. شفت هذه الجمله؟ حط تحتها 20 خط. ايه؟ لان يعني ايش كثر نشتري شتلات وعايشه بشكل ممتاز في المشتل، تجيب هالبيت تروح ماكو، ما تقعد عندك 3 أسابيع شهر خلاص. شيء ما يتحمل التكييف، وشيء ثاني يبي له رطوبه معينه، نسبه معينه دقيقه. فما ادري انت شكلك ماخذ يا كل التكييف. إيه؟ التكييف ما يضر بقدر ان الشجره ما تعرض للشمس. اهم نقطه شجره تعرض للشمس.
ثاني نقطة، حنا نروح الدوامات نوصي من العمالة يا السايق الخدام يسقون. اي الشجرة ما تبي ماي زيادة، تبي يكرمونها زيادة او اقل. اي في ناس تكرمها زيادة تغرقها. اذا تغرقت اذا تغرقت نفس ما قالت اختي تعفن الجذور وتموت على طول. هذا اللي قاعد يصير معنا، قلل ودلل على قولتهم. وما هي صعبة تقول؟ والله بسيطة، وأنا مستعد لي أي أحد يبي يتعلم يجيني المزرعة وأعلمه بطريقة بسيطة، ما عندي أي مشكلة. قهوة قلت؟ اللي تبي اللي تبي. شنو بعد؟ اللي تبي. إيش تبي بخاطرك؟ شنو بخاطرك؟ أبي أبي اللي ما موز؟ كنت تسمع أنه بالكويت ينزرع أساسا. كم ينزرع؟ تبي ذاك الموز أنت في بيتك؟ في موجود أصفر ولا خضر؟ اللي تبي أحمر بعد. موز أحمر؟ أحمر فعليك. هذا التطور اللي صاير ولا شنو؟ ولا هي بذرة من برا؟ لا هي شتلات قامت تجي من برا ونجحت الحمد لله بتربط الكويت. نعم. وأبدعوا المزارعين الكويتيين فيها. بس أنا أقول لك شغلة أستاذ جابر، أنت كلامك وايد حلو بس في التطبيق خندش يعني الأسواق الجمعيات وغيرها تلاحظ أن السوق متروس منتجات مستوردة، معناته أن محلياً الإنتاج غير قادر على أنه يلبي احتياجات السكان اللي عايشين هنا عندنا في الكويت. يعني لو اللي أنت قاعد تقوله فعلاً كان ما شفنا موز من الإكوادور ولا غيرها من احتياجات الأسر. صحيح كلامك، كل بلد له أشجار يتميز فيها. إحنا مثلاً بالنسبة لنا عندنا أشجار برية، سدر، الغاف، العرفة، أشجار الوطنية اللي إحنا نفتخر فيها، هذه الأشجار اللي تعيش عندنا. الأماكن الاستوائية تميزوا بالفاكهة من ربي، هذا توزيع. نعم. بس حنا إيش سوينا داخل كمزارعين؟ سوينا جرين هاوس، بيوت خضر ازرع فيها اللي تتمنى. أنا عندي جرين هاوس لو بدشه أدخلك أشجار، فواكه، ورود، أنهار، وفي ناس أحسن مني بمئة مرة بالكويت. هذه الطرق حنا استحدثناها عشان نحاذي الدول الخارجية في الإنتاج. بس تعال الورقيات، الجرجير والبربير والكزبرة والبقدونس والطماط والبطاط والحقل كله ما حد ينافسنا. عندنا منتجين ما شاء الله ماخذين مراكز على دول الخليج بشكل ما تصوري، منتجين كبار على مستوى الكويت وعلى دول الخليج. نعم موجود الإنتاج غزير جدا، غزير جدا، غزير ويغطي احتياجات الدولة. وأنا عارف الشغل هذا لما أقول هالكلام. عندنا منتجين ما شاء الله، يعني أخوي مثلا مزارع عنده 20 مزرعة، 20 مزرعة ما تغطي لها منطقة كاملة، تغطي منطقة. هذا شخص واحد. نعم عندنا منه 100 نفس أخوي، ففي في إنتاج. ندز له برا كل يوم. إي نقدر يوميا بيض، دواجن، خضرة، فواكه، ندز له برا. ما شاء الله خوش كلام أخوي جابر. ودنا الحين نتكلم عن النباتات اللي تعطي جمال، جمالية للبيوت، للأماكن، حتى الأشخاص اللي ساكنين مثلا بشقة. أوكي شنو تنصحهم من نباتات تعطي جمال للمكان وراحة بصرية للعين؟ صحيح. وكذلك أكسجين. في مقولة من زمان، ازرع تسعد. ازرع أي شيء، أنت، ولدك، أمك، أي أحد، ازرع تسعد. وجود الشجر أو الخضار داخل المكان هذا شيء يشرح الصدر. تبديل أكسجين، سعادة، شيء يشغلك بشيء إيجابي. الزراعة تنقسم إلى نوعين، في داخلي اللي تحمل ما يموت، يتحمل المكيف وما يبي الشمس، وفي خارجي. أنت داخل مكان مسكر ازرع شيء داخلي. الداخلي ينقسم إلى أنواع، بس أنا ما أبي أطول في المجال هذا، ما راح أخلص. عطني. فيه نباتات عطرية، مثلا تفتح باب البيت تشوف ريحة بابونج، زهورات، نعناع، حبة، ورد، لافندر، اللي أنت تحبه. الله. في شغلات ثانية لا، تحطها بالمطبخ نفس تاكل، بتقص منها نعناع، نعناع، البقدونس، شبنت، كزبرة، زنجبيل، طماط، اللي يكفيك. شنو تحب أنت؟ تدري شنو المشكلة باللي يقوله؟ شيء واحد. شنو؟ وهو يعني مشكلة النمل، إن أحياناً يصير عندك نمل في المطبخ أو في البيت بسبب النباتات هذه. أنت عالجتها؟ عالجتها. شلون؟ أعطيك بعض النباتات اللي تطرد الحشرات من المكان اللي فيه زرع. يا سلام. حطي حاسبيني إذا جاء شيء. أي حشرات؟ نفس الشيح، أكثر مشجرة، وكل العطريات بشكل عام.
مشموم، الريحان، هذه روائح قويه ما تحبها الحشرات. حلو ممتاز. اذا يعني يا جماعه الخير في حل حق موضوع النمل اللي يتبع النباتات، انكم تحطون يم النبات اللي تبونه مثلا نعناع او غيره نبات ثاني عطري، اي عطري، اي نبات عطري، يطرد الحشرات. كثر ما كثرتي كثر ما طردتي الحشرات. ضاري ونوف ايضا يمكن من خلال كلامكم، تبارك الرحمن بالكويت كل شيء ينزرع حتى بالبيوت، يعني في ناس قاعد تزرع، يروحون يشترون مثلا على سبيل المثال يروح الفرضه ياخذ له مثلا همبه، عقب ما يخلصها يحط طعامتها عنده بالبيت ويزرعها وتطلع وتنتج وياكل منها. بس مثل ما قال ضيفنا الاستاذ جابر انه تحتاج يعني ظروف معينه، بيئه معينه وتوفر لها البيئه ورعاية. تبارك الرحمن كل شيء تزرع بالكويت بس يبي لها مجابل. نعم. انا مو رفيق الزراعه، انا ممكن حصاد اعجبك. انا ازرع بس ما جابل. لا انا حصد، اجرب الاكل. وفي ناس تجرب بس اي بس اجيب القحطاني تو قاعد يجرب. الله بالعافيه ان شاء الله. استاذ جابر عود لك، لو اسالك عن مثل هذه المعارض ومثل هذه التجمعات، تردني حق سؤال لك، الدعم اللي يحتاجه المزارع الكويتي عاده مثل ما هو ولا ازين؟ والله نفس ما هو، نتمنى انه يكون في زياده للدعم. شلون تقيمه؟ شلون تشوفه؟ الدعم السنوي ما يكفي حاجه المزارع. انا كمزارع ازرع واتكلف وعمال واسمده ونقليات وبذور اتكلف تكلف، ابي اشوف انتاجه اول شيء. نفسي انا الكويت تستاهل. ثاني نقطة ماديا انا قاعد اقط وخسر، ابي مقابل مادي يكفيني. الدعم الحالي ممتاز بس نبي افضل، لو يزيد الدعم وتزيد الدعومات من الحكومة راح تشوف الإنتاج الكويتي لا يعد ولا يحصى. عفوا لما تقول كلمة دعم يعني معناته دعم على أكياس الأسمدة، دعم على المناطق اللي تزرعون فيها والمزارع، شنو نوع الدعم؟ بكل المقاييس. الآن كل مزارع له سنويا نوعين من الدعم. نعم. من قبل هيئة الزراعة. الدعم الأول أنك إذا أنتجت وبعت إنتاجك لك دعم من الحكومة مبلغ مادي. الدعم الثاني الله يجزاهم خير اللي هو الدعم الكهربائي. المحميات الزراعيه تصرف كهرباء شيء خيال، فالحكومه الله يجزاها خير وهي الزراعه بالتعاون مع وزاره الكهرباء مقدمين دعم كهربائي يخفض الى تقريبا نصف القيمه، مثلا فاتورتك بالدينار تدفع 500 دينار. حلو، هذا دعم. دعم ممتاز. هذه الدعومات ممتازه بس نطمح للافضل كمزارعين. ان شاء الله تستاهلون. صراحه استاذ جابر ما ادري اذا ضاري توافقني في الراي، انا اللي قاعد اشوفه ان الموضوع اكبر بكثير من مجرد زراعه وحصاد وانتاج، في عامل نفسي. يعني شعور الفخر اللي يشعر فيه المزارع لما يشوف يعني حصاد انتاج الثمر قاعد يطلع كبير وكأنه في دولته، وان كانت دولته امريكا الجنوبيه ولا اماكن بعيده، شعور عجيب. يعني فيها عامل نفسي. اي شيء انت تسوينه، سويتي مشروع مثلا باختصار، سويتي مشروع ونجح تفتخرين فيه ولا لا؟ اكيد. تخيل بشغلك وتعبك وجهدك ولديرتك وينجح، شكرا ردة فعلك. لا شك لا شك جهودكم واضحه اكيد، وعسى ربي متعك، يعني انا شايف المتعه بعيونك في هذا الموضوع، عسى ربي متعك في هذا الموضوع. عنده الشغف واضح اكيد. يعني قلنا الرعايه والارض ان شاء الله انها طيبه مبروكه وفيها ان شاء الله الخير. مبروكه ساك على القوه. كل الشكر لك الناشط البيئي الاستاذ جابر العجمي، شكرا على هذه الاستضافه وهذا الكلمات. مواضيع اكيد عديده، لكن البيئه ردتني حق صوره قديمه كنت اشوفها ايام ما كان البر كله نوير، الورد الاصفر والورد الابيض، راحت هالصوره لكن عساها ترجع ان شاء الله. السنه هذه، السنه هذه باذن الله. يلا متوقعين الامطار هالسنه؟ شيء ما تخيلين السنه هذه باذن الله. باذن الله. يعني النوير بروحه يشرح النفس. نوير السنه اللي طافت اللي قبلها غطى الكويت كلها الحمد لله. الحمد لله. هذه خوش بشاره، يقول هالسنه متوقعين الارصاد انه يكون في باذن الله امطار. انزين نوصل الحين الى ختام هذا اللقاء، تشرفنا فيك. ويعني صراحه قواكم الله. وبالعكس احنا يعني لما نتسوق مثلا دائما نفضل ونبحث عن المنتج الكويتي وندعمكم كل الدعم ونحترمكم.